ليكيب دخلنا 6 دي بارفان جدد للمغازا مخيرين بالحبة، دي بارفان فريمون ما شاء الله. ما نطولش عليكم نبدأ. عندنا اوريانا بارفان دو مارلي، هذه ريحتها فريمون ما شاء الله. واش عندنا تاني؟ عندنا يوم بيستاشيو، هذه تاع خيالي، ولا هو كان اللي يسميها كايالي، تاني بارفان روعة ما شاء الله. كاينه بوس انتونس بورفان، هادي دومونداوني بزاف فيها، اني جبتها. عندنا تاني بريكا كوبانا تاع اسكادا، هادي بارفان خرج في 2024، تسمى ملي بارفان جدد، ريحتها فريمون روعة. وعندنا لابيل لو بارفان، هادي جبنا منها كونتيتي بويسك بارفان فريمون يستاهل. يمول فتحط تحط لابيل غير تجرب لابيل لو بارفان، ريحتها فريمون روعة وما شاء الله. ودخلنا تاني الابسولو تاع افنتوس، افنتوس ابسولي اللي مولف بالكريد افنتوس، افنتوس ابسولي فريمون قوة 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 بالبزاف. وكاينه تاني باش ما ننساش، كاينه تاني دخلنا لو مال سوبرمان، بزاف نهار فضت حوسوا عليها البارفان هذه، راها زادت دخلت لو مال سوبرمان. وكاينه حاجه واحده اخرى نذكركم بها، ما تنساوش ما تنساوش الكادو تاع قبل العيد اللي يكون سمعنا قبل العيد. ما تنساش الناس اللي ما شاركتش ترجع لا فيديو اللي درناها تاع المسابقه وتشارك، اللي قلنا فيه يربحوا فيها 5 من الناس لي بارفان واصله الباب الدار. ليسونسيال خوتي كاليتي تاعنا راها ما شاء الله، ليفريزون كاينه 58 ولايه والدفع عند الاستلام. ايا تهلاو لي في راحتك.